عندي مشكل ديال الإعاقة الجسدية، وكنت ديجا قطعت رجل، والسبب ديالها كان مرض السرطان، هذه في سنة 2004. ومن بعد عدة محاولات أنني ما نوصلش لهذا الأمر هذا، ما يقدر لي الله أنني سميت في مدة عام ديال المعالجة، ما جابش الله أن كان الحل الوحيد للعلاج ديالها هو أنني نقطع رجل. ومن بعد يعني واجهت بزاف المشاكل، من بينها الأغلبية هي ديال اللي كندفع للشركات كيتصلوا بيا باش نجي ندوز على نوتريشيان. ملي كنمشي نمشي لعندهم، الوغ لو شوك ديالهم الاولانيه انه كيجي ما كيكونش معتبرني انني انا عندي واحد الاعاقه جسديه. الوغ كاينين جوج الحوايج، يعني جوج الانواع ديال الشركات اللي لقيت معاهم مشاكل. النوع الاول انه كيبغي غير يدوز معايا نوتريشيان دغيا، لانه عارف عندي واحد المشكل معين، حيت تشوف على حساب كاين اللي كتبقاه كيقول لك على البعد، زعما انه واش انت قادر انك تجي لعندنا يوميا في الوقت المناسب ديال التوقيت ديالنا. يعني انا بالنسبه لي ما عنديش المشكل، ورغم ذلك انه كيبقى الفكر ديالو انه راه ما كيعيش ليا. اما الشركه النوع الصنف الثاني، انه هو المشكل ديال انه في اللحظه الاولى اللي كيشوفني بانني عندي مشكل ديال الاعاقه، الوغ ما كيدير معايا حتى المحاولة ديال لونتروشيان ما كايناش.